الاول ولعت في المركب ودلوقتي جاي تضيع السناره فيها محمود. انت عايز مني ايه؟ تقولش السناره شقطت لك نص السمك اللي في البحر ده، انت تلاقيك ما طلعتش بسريه يا حد، مع ان امك قايله لي انك طالع من الفجر. امي تلوه دخ عند امي، انا اللي غلطان، انا كان لازم اقول لها ان انت اللي ولعت في المركب عشان تولع فيك وارتاح منك. اصيل يا سالم اصيل. اتاري الست اول ما شافتني قعدت تبوسني وتحضني، دي حتى سالتني على 20 جنيه سلف. يا نهار اسود، اوعى تكون اديتها محمود هتجيب بيهم ترامادول. عيب، ولا هتوح عن امك، انا نفحتها مياه حته واحده. مش احسن ما تنحرف يا سالم؟ بس يا عم بس انت جاي عايز طولك وجاي تعايرنا، مياه ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت عارف المركب اللي انت حرقتها بكام؟ ماشي يا سالم. وادي يا عم 200 جنيه كمان لاخويا وحبيبي سالم. اظن كده نبقى خالصين. خالصين ايه يا عم؟ 300 جنيه اللي انت جاي تتكلم فيهم دول، انت عارف المركب اللي انت حرقتها دي بكام؟ انا غلطان، ولا 100 ولا 200، مفيش فلوس خالص يا سالم. خلاص يا اخي، ده انت حنبلي قوي. ايوه كده، تصدق كنت هزعل جدا لو ما كنتش خدتهم. حبيبي يا سالم والنعمه حبيبي. شعره من دقن الخنزير. انت بتقول ايه يا اب؟ لا ما بقولش حاجه يا اخي، ما بقولش حاجه. بقول لك تروح بورسعيد تاني؟ لا خلاص مفيش بورسعيد تاني، لقمه العيش ما لفقتش هناك. انا هطلع اسكندريه. يا فرج الله، اسكندريه؟ هو التعيين بتاع الجامعه جه؟ تعيين مين يا عم؟ ما انت عارف اللي فيها. جات لي شغلانه في ورشه ميكانيكا هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ذنبهم ايه الناس بتوع الورشه اللي انت هتشتغل عندهم؟ وليه الغلط؟ ولا ما بس يا اخي، ما انت عارف البوق اهبل. قول لي بس وحياه ابوك يا محمود، شوف لي معاك اي شغلانه في اسكندريه. اديك شايف حال مؤشفر والدنيا ناشفه. انت تؤمرني بس يا سالم، ها؟ تؤمرني بس، انت عارف اسكندريه كلها صيادين، ومنع الصيد شغال هناك زي ما هو شغال هنا، وانت حمار ما بتفهمش حاجه في الصيد، حتى المهنه اللي ورثها ابا عن جد ما بتفهمش فيها حاجه. لا 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 لا، ليه الغلط ده يا عم؟ انت هتدينا 300 جنيه هتقف تذلنا بيهم؟ طب يا نهار، يا راجل اسكت بلدي معرفه يا راجل. اقعد، انا عايزك. اوعي يا عم، مش عايز اعرفك يا عم، انا عايز اكلمك. يا هتوحشني يا ابن اللذين. يا حسين حالا هكون عندك. يا سيدي ما كانوش كلمتين، الراجل بينصحك لوجه الله واديني النصيحه. على عيني وعلى راسي يا حسين، بس هو محسسني ان في ازازتين خمره تحت باطي ومزتين على حجري. استغفر الله العظيم، تموت وتكبر المواضيع يا حوده. كل ما هنالك ان الراجل صاحب الورشه اللي انت رايح له بيحب يشغل الناس الملتزمه، فما فيش مشكله انك تلتزم يعني. ما انا متنيل على عيني وباجي على لقمه عيش اهو، هو في التزام اكتر من كده؟ اقول لك على حاجه، خليه يروح ينصح الجامعه، تقطع تقرير الامن بتاعي وتعينني واخد حقي. بلاش يا سيدي، خليه يروح يقنع اهل شيرين ان هم يجوزوني بنتهم من غير ما يقرفوني. خلاص حال البلد كله اتصالح، مفيش غير حال محمود هو اللي مايل. لا ما تقلقش، كل حاجه هتبقى تمام باذن الله، بس خلينا نلحق وقتنا. الموقف يا اسطى، يلا بينا. توكلنا على الله. استناني يا اسطى ثواني وراجع لك. شفت بقى انك غلطان وان انا اقدر اعيش من غير ما انصح حد؟ اديني استحملت الزباله اللي كان مشغلها طول السكه وما فتحش بوقي. على انا يا حسين الكلام ده؟ طب ايه رايك ان انت مخليه استناك عشان طول ما انت راجع في الطريق تهرينا صايح لحد ما يولع في الكاسة اللي بيسمعه ويحرق التوك توك بتاعه؟ وانا مش فاهمك. بص يا عم عشان ما تفهمنيش غلط، طول ما انت بتنصح بالحسنى ومن غير ما تنزل على حد انت حر. بعدين خلاص بقى يا حسين، انا خدت يومك كله. سلمني على هدى وجرمق العيال. سلام لحسين. اشوف وشك بخير يا حوده. الله يخليك. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. اوعى تنسى نصايح الحاج اسماعيل. انا ناقصك. اطلع يا اسطى اطلع. بلطيه ايه وسمكه ايه؟ مش تتقي الله. ايه النيله دي؟ محمود؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا شيرين؟ ازيك يا طنط؟ عايز ايه يا محمود؟ مش كفايه اللي عملته فيها؟ عملت ايه بس يا طنط؟ لا اله الا الله. انت عايز تفهمني انك ما بتعرفش ايه اللي حصل لها؟ ام عماد قالت لي على كل حاجه، وقالت ان امك عارفه كل حاجه وعماله تتكلم في الموضوع. مفيش حاجه بتستخبى يا محمود. رايحين ودوني لشيخ يا محمود عشان يطلعوا العفاريت اللي عليا. احسبوني ملبوسه. ما تكلميش معاه وتعالي هنا. امشي يا ابني الله ليسيئك. ابوها راح يجيب حاجه من الكشك، ولو جه لقاك واقف هنا بتتكلم معاها انت عارف لسانه مش هيسكت وهيفرج علينا الخلق. انت كويسه يا شيرين؟ اتلمي يا بنت شويه. كنت عارفه ان انت هتسالني السؤال ده. حلمت بيك وانت بتساله لي يا محمود. انا عارفه ان انا مش هون عليك. بعدين بقى في الفضايح دي يا ربي. امسكي نفسك شويه يا بنتي. يا امه. ف
في ايه يا محمود؟ عايز مننا ايه يا اخي؟ ما تسيبنا في حالنا بقى. خش العربية. حاضر حاضر يا اخوي. خش يا بنت. خليك فاكرني يا محمود والنبي يا بنت. ادخلي. خشي بقولك. ادخلي ابو شكلك. خشي. حاضر حاضر اهو. بس دي مخاطرة احنا مش قدها يا شفيع بالوقتي. اللي مش هياخد مني هياخد من غيري. ما تقلقش. كله يرجع ياخد مننا تاني بعد كده. لحد بيعرف يجيب نوعية البضاعة اللي أنا بجيبها ولا بيبيع بالسعر اللي أنا ببيع بيه. أنا مش معاك. صاحب الكيف هيكيف نفسه على أي حاجة يقابلها. وكده هتبقى بخسارة. بقول لك يا كامل ما توجعش قلبي بقى واعمل اللي بقول لك عليه. لما أشوف آخرة مشوار محمود ده إيه. أنت مش قلت لي إنه ما حكاش لأبوه. الواد عاقل مش هيخرب علاقته. قلت لك اعمل اللي بقولك عليه، الحاجات دي ما فيهاش مخاطرة. أي غلطة في الموضوع ده تهد الدور كله. افتح يا احمد. لا اله الا الله يا ابني. افتح بالجحر اللي انت ساكن فيه ده يا احمد. ايه يا ابني؟ اهلا. ازيك يا محمود؟ ازيك يا استاذه منى؟ هو احمد ساب البيت ولا ايه؟ لا ما سابش البيت. ما سابش البيت؟ امال فيه؟ تعال اتفضل ادخل. تعال تعال ادخل. أنا شكلي جيت في وقت مش مناسب ولا إيه؟ لا بن إزاي، ده بيتك. إحنا لا ضيوف هنا. بس يعني يا أحمد ما قالناش إنك جاي. أما ما بيعرفش. أصل أمي محلفاني أكبس عليه أشوف إذا كان عنده بنات ولا لأ. ما شاء الله لقيت عنده ولاد وبنات. هو في إيه؟ تعالى أنا هفهمك. زي ما أنتوا يا جماعة كملوا. الدار أمان. في ولاد وبنات. تعالى بقى. يلا يا محمود. انت طبعا سمعت عن قضيه خالد سعيد الله يرحمه. اه سمعت عنه. بعد بكره هيبقى في جلسه عشان يحاكموا اللي قتلوه،
فاحنا بقى متجمعين كده وعايزين نعمل وقت الجلسه مظاهره كبيره جدا. على فكره احنا مش لوحدنا، احنا معانا 6 ابريل وحركه كفايه وشباب كتير من الاحزاب. بس انا ليا سؤال بقى، انتوا ليه متجمعين في بيت احمد؟ عشان نتراقبه. بص انا مش هكذب عليك، اخوك مرصود جامد جدا اليومين دول. طمنتي قلبي. اه كده انا فهمت، الشقه متراقبه واحمد مرصود. ده ايه الحذر اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ايه بتسهلوه على امن الدوله عشان تيجي تلموكوا كلكم مره واحده؟ بص انت برضو مش غريب، انا هقول لك احنا عندنا شكوك قويه جدا ان في ميكروفونات في الشقه بتنقل كل حاجه على الهواء. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنتجمع ونقول كده اي كلام، يعني قال يعني دي الخطه اللي هيحصل وقت الجايزه، بس الحقيقه حاجه تانيه خالص هتحصل. اه بتتكلموا بالسيم يعني؟ لا السيم ايه؟ اللي فعلا هيحصل، في ناس دلوقتي قاعده في مكان مش متراقب بيخططوا له، يعني قرب الوقت حيبقوا يبلغونا. كل ده عشان تعملوا مظاهره؟ يا نهار اسود، امال لو عايزين تقلبوا نظام الحكم كنتوا عملتوا ايه بس؟ نقول لهم النبي. على فكره اليومين دول مضايقنا علينا جدا. بقول لك ايه؟ ما تتفضل معانا، احضر معانا. لا لا اعفيني معلش. لا لا بجد اتفضل. لا صدقيني متغدي ما اقدرش. انت ايه خايف؟ على فكرة بقى أنت بالذات مش المفروض تخاف، مش المثل بيقول ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة؟ مش خسران. الله يبارك لك في نظرك يا ست، أمال أحمد فين؟ قولي لي والنبي إنه مع المجموعة اللي بتحط الخطة عشان أطمن على مستقبله وألحق أطمن أمه. لا لا أحمد مش بيشارك خالص في حططان خطط، أصل بصراحة مندفع ومتهور حبتين، ولو مشينا وراه كلنا هنروح في 60 داهية. بلسم. بلسم، كلامك بلسم عارفة بيخلي الواحد قاعد معرفش كده، أنت عارفة؟ أنا كل لما أفتكر إن أحمد خلاني أوكلك كمحامية أتأكد إن عمري ما هشم ريحة الجامعة لحد ما أموت. أنا إيه اللي جابني الساعات دي معرفش. تتجننت يالا؟ ايه يا باشا، مش الشرطة في خدمة الشعب والشعب عايز توصيلك، ولا حضرتك أكبر من الشرطة والشعب؟ تعرف إن أنا لو ضربتك بالنار دلوقتي ما خدتش فيك يوم سجن؟ هتبقى تعدي على ممتلكات خاصة؟ لا وهتمسكني سلاح وتقول إني كنت بحاول أسرقك، زي حكاية لفافة البانجو بتاعت خالد سعيد. في الخيال يا باشا؟ عيب لما الدولة تكون صرفت عليك دم قلبها تفكر زي المخبرين. عايز يالا؟ أنت اللي عايز مني يا باشا؟ ما ماشي ورايا مخبرين ليه؟ رسالتك في النشاط الديني برضو؟ أنا مالي ومال النشاط الديني؟ أصحيح أنت حضرتك بتخدم الدكتور شامل؟ اللي قولي هو المخبر وصلك الرسالة اللي بعتها لك امبارح؟ أنت عارف لو الإشارة فتحت دلوقتي وأنت لسه قاعد بتلوك وتعجن كده هفتح الباب وأرميك منه. أنا عامل حساب بس عشان في الشارع. لا وفي عربيات وناس، أنا عامل حسابي برضو. بس اسمح لي إني أبدي إعجابي بحضرتك وجدعنتك مع صديق عمرك، بجد حاجة محترمة وشيك جدا. بس تفتكر هيكون رد فعله إيه لما يعرف اللي عملته في أخته اللي ائتمنك عليها وسابها أمانة في رقبتك لما راح البعثة؟ تفتكر برضه مهما كان الراجل متعلم ومتحضر هيقدر ينسى اللي حصل؟ إذا كان ابن الناس الغلابة اللي زي حالف إنه هيخلص فيك طارق العيل اللي راجي أجهضته. إيه؟ مستغرب إني عارف؟ أنا أعرف عنك حاجات كتير. واقسم لك بالله لو ما بعدتش عني وعن راجيه لاكون موزع فضايحك في منشورات مش بس لام عيالك، لا لحبايبك في النشاط الديني اللي انت مبهدلهم وفيها اسمك وعنوانك وصورتك. ده تحذير وقد اعذر من انصر. سلام. أقول لك على حاجة وما تزعلش يا عبد الناصر. مادام بدأتيها كده يبقى شكلي هزعل. ها؟ بس قولي. أنا مش داخل عليا موضوع سفرك لمصر ده. مش عوايدك يعني إنك تسافر فجأة كده. عارف لو كنت قلتيها وحد من العيال قاعد كنت هزعل منك بجد. بس أنا هعديها. علشان أنا وأنت بس اللي هنا. وهعتبرها دلع، بس دلع مرق. وليه ما تعتبرهاش ان جهاز كشف الكذب اللي جوايا بيشتغل؟ ها؟ وانت عارف كويس قوي انه ما بيخيبش ابدا. اهو خيب، ابعتي بقى لبتوع التوكيل يجوا يصلحوه،
بقول لك ايه، الخزعبلات بتاعت قلب الام دي ما تعملهاش معايا انا، اعمليها مع عيالك. وما تعمليش كده ما تخليش ازعل منك. ماشي، برضو مش خايل عليا موضوع سفرك لمصر ولا التضامن مع عمال مصنع معرفش اسمه ايه. بيترو كمويات، سميها زي ما تسميها. لو كان في حاجة زي كده كانوا جابوها في العاشرة مساء أو 90 دقيقة، عشان انت عارف كويس اني كل يوم بشوف الحاجات دي عشان اشوف لو فيه مصايب هتنزل على دماغك ولا دماغ عيالك، لكن ما جابوش سيرة المصنع ده خالص. بقولك ايه يا عبد الناصر، انا جهلة صحيح بس مش حمارة. والله العظيم. شوف الجملة، لعلمك بقى مش كل حمار جاهل، وفي جاهل مش حمار، دي حاجات في علم المنطق. طب إلهي ما تحط منطق يا عبد الناصر لو بتكذب علي. الله الله الله، شوف الولية بتدي عليا عيني عينك. شفت شفت، أديك خفت مني، اترعبت عشان عارف إن مني لربنا فيا شيء لله. أنا عايزك تفضل فاكر إن أنا لا عمري أذيتك ولا قصرت في حقك. طب بس بس تعالي 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 اقعدي. ماني عارف انت مش هترتاحي الا لما تقرريني. شوف يا ست، الموضوع وما فيه، الواد شافع في بورسعيد تقريبا بيمر بحاله افلاس، عنده ازمه ماليه، وبعدين انا لازم طبعا اقف جنبه واساعده، ما سيبوش كده لوحده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل معاه ايه ده؟ هسافر له وهسنده او اعمل اي حاجه اتضامن معاه. يا عيني عليك يا تحيه وعلى حظك الهبال. بس الواد ما كانش باين عليه اخر مره، برضه متعنطز وسايق في الفشخره زي عوايده. ما انت عارفه شافع وانزحته، لعلمك هو كان مخبي على محمود، بس الواد محمود عرب بالصدفه من مدير الشركه، ولانه واد حسيس ساب الشغل على طول. يا حبيبي يا ابني، هو عشان كده سكت لما لزقوا له حكايه البت اللي جايبها من الشارع عشان ما يخربش بيت اخته؟ جدع يا عين امك يا حبيبي يا كتة قلبي، ربنا يكرمك ويسعدك. ولو اني برضو زعلانه منه عشان قال لك انت على السر ده وما يقولش انا. مش عاوز ازعلك، يعني يبقى كده هو غلطان. بس برضو عرفت انا طول عمري نبيهه والقط الكذب كده اهو. حسك عينك يا ناصر تكذب عليا تاني هفقسك مهما تعمل. وانا اقدر؟ ما اقدرش، طول ما انت مركبه جهاز الكذب لا يمكن اكذب عليك ابدا. بس انا عاوزك تتبكي على جلده لسانك شويه، ما تخريش باي كلمه لتحيه لحد ما اشوف الواد شافع هيحلها ازاي. عيب عليك، ولا هفتح بقي ولا كلمه. انت رايح مصر عشان تقابل الناس بتوع البترول، وربنا ينصرك على من يعاديك انت وهم. انت بتضحك؟ قوم قوم يا ابني قوم، انت مش عارف انت بتعمل ايه في روحك. ده الكلام اللي اتقال في بيتك ده ها يوديك في 60 ده يا انت واللي كانوا معاك هنا. انت مش خايف على امك يا ابني تروح فيها؟ يا عم انا مالي يا عم، انا ما كنتش معاهم. الدور الباقي عليك بقى، انت اللي مش هتعرف تفلت منها المره دي. لا يا حبيبي عيب، ودي تفوتني. انا امنت نفسي وتمام التمام وبعدها، وبكرر تاني انا بثق في الريس قائد سفينه الوطن الذي يسير بها وسط الأمواج المتلاطمة سفينة ويمخر بها عبر عباب البحر حتى تصل بنا إلى بر الأمان. أه؟ يا سلام، سفينة إيه بقى؟ ما السفينة غرقت وفيها 1100 مواطن. قائد قطار الوطن اتحرق في الصعيد. قائد طائرة الوطن وقعت في الأطلنطي. شوف لك مواصلة نتكلم عليها النهاردة يا أحمد. بقول لك إيه، هتقول لي قائد بيجو الوطن؟ مفيش يوم بيعدي غير لما يتقلب 6-7. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ انت قفلتها في وشي كده ليه؟ ما هي مقفله يا محمود، انت عارف والناس كلها عارفه انها قفلت. طب والحل؟ مفيش حل. انت عايز بعد الانتخابات المزوره دي يبقى في حل؟
ثورة الجياع جاية جاية وهتاكل الأخضر واليابس وهتشوف. يا ستار يا رب. يا ابني أنت فاكرها حاجة حلوة؟ لا طبعًا، بس ما هياش باختياري ولا باختيارك. التاريخ بيقول كده، لما تسد قدام الناس كل طرق التغيير ما يفضلش غير ثورة الجياع، وساعتها لا هينفعهم لا أمن دولة ولا أمن مركزي ولا دياولة. تعبيط يالا، أنت في حاجة في مخك؟ هو أنت فاكر لما تحصل ثورة الجياع دي هيعينوك وزير؟ أنت هتتاكل في الرجلين يا حبيبي زيك زي غيرك. ما عشان كده بشتغل أنا واللي زيي بإيدينا وأسناننا، عشان نصحي الناس ونخليهم يخافوا على بلدهم، وعشان يعرفوا ان هما بيتضحك عليهم بالهبل اللي اسمه بر الامان واستقرار. برضو يا احمد ما تنكرش ان احنا عندنا برضو شويه استقرار، يعني احنا احسن من غيرنا يا اخي. بقى مرتي كل يوم اضرابات ومظاهرات وناس بتنتحر وناس بتموت في مستشفيات معفنه وتعليم بايظ وشباب زي الفل اللي بترمي نفسها في البحر عشان تهجم البلد. يا شيخ يعني على ابو ده استقرار؟ انت فاكر بقى ان انت هتحل كل ده لوحدك بشويه هتافات ويفط؟ اذا كان ابوك وجيله اترموا في سجون ومعتقلات وما عرفوش يصلحوا حاجه، ده بالعكس باظت وزروطت. اديني بحاول، مش احسن ما اقعد اتفرج زي خيبتها؟ لاحظ ان كلامك جارح يا حماده، وانت اخويا الصغير واكيد ما تقصدش عشان بتحبني، وانا بحبك، انما لو تقصد هضربك بالبول خلي فرك. لا يا كبير، ده انا حبيبك. ينعل ولا بلاش، انا غلطان اساسا اللي بتكلم معاك، انا شويه وهو منام، انا عندي شغل اصحى له من الفجر يا اخي. يلا ربنا يوفقك، املنا فيك كبير. انت بتتريق يالا ولا ايه؟ انا عارف انك حققت حلمك اللي دخلت عشانه الجامعه وطلعت الاول. انت عايز ايه مني يا احمد؟ عايز ايه يا اخي؟ عايز مني ايه؟ انزل اولع في نفسي في الشارع عشان تستريح يا احمد؟ انا قلت كده؟ انا عايزك ما تاخدش اقل من حقك، عشان لما بتاخد اقل من حقك بتساعد اللي ظلموك انهم يعدوا بظلمهم. انزل بقى اعتصم في الجامعه واضرب عن الطعام عشان تيجي امن الدوله تلمني واروح في توكر وامك تروح فيها. ما انت جبت لي منى المحاميه، عملت لي ايه؟ بقى لي سنه ما خدتش منها حق ولا باطل. بقول لك ايه؟ طول ما انت بتاخد مصروف من امك وابوك ما تتكلمش معايا خالص، سيبني في حالي يا اخي، انا غلطان اساسا اللي جيت ابات عندك، عارف انك هتسم بدني، بس اعمل ايه بقى في امك؟ راسها والف سيف اجي اطمن عليك، فاكرك شايف دراستك يا اخي. خلاص بقى يا محمود، ما كانوش كلمتين. حقك عليا. صحيح فكرتني اكلم امي، لحسن تزعل. بقول لك ايه؟ انا هكلمها واديك التليفون بس مش هوصيك، انا عايزك تظبطني. اي خلافات ما بيننا مش معناها انك تقل اصلك معايا، لا، ده انا حبيبك. دلوقتي انا اوعى، دلوقتي حبيبك؟ ما انت عارف انك مهما تنيلت وعملت لازم اقول لها كلام عدل عشان صحتها. ما انا عارف، بس انا عايزك تظبطني. هظبطك اوعى. طب بص انا عايزك تأفور. هأفور امك نفسها. انا عايز شعر. هشعر. تعالى يلا.
عايز ايه مني يا احمد؟ عايز ايه يا اخي؟ عايز مني ايه؟ انزل اولع في نفسي في الشارع عشان تستريح يا احمد؟ انا قلت كده؟ انا عايزك بتاخدش اقل من حقك، عشان لما بتاخد اقل من حقك بتساعد اللي ظلموك انهم يعدوا بظلمهم. انزل بقى اعتصم في الجامعه واضرب عن الطعام عشان تيجي امن الدوله تلمني واروح في توكر وامك تروح فيها. ما انت جبت لي منى المحاميه، عملت لي ايه؟ بقى لي سنه ما خدتش منها حق ولا باطل. بقول لك ايه، طول ما انت بتاخد مصروف من امك وابوك ما تتكلمش معايا خالص، سيبني في حالي يا اخي. انا غلطان اساسا اللي جيت ابات عندك، عارف انك هتسمي بدني، بس اعمل ايه بقى في امك؟ راسها والف سيف اجي اطمن عليك، فاكرك شايف دراستك يا اخي. خلاص بقى يا محمود، ما كانوش كلمتين، حقك عليا. صحيح فكرتني اكلم امي لحسن تزعل. بقول لك ايه، انا هكلمها واديك التليفون بس مش هوصيك، انا عايزك تظبطني. اي خلافات ما بيننا مش معناها انك تقل اصلك معايا، لا ده انا حبيبك دلوقتي. الحق اوعى دلوقتي حبيبك، ما انت عارف انك مهما تنيلت وعملت لازم اقول لها كلام عدل عشان صحتها. ما انا عارف، بس انا عايزك تظبطني. هظبطك اوعى. طب بص، انا عايزك تقفور. هقفور امك نفسها. انا عايز شعر. هشعر. تعالى يلا. ولا ضربه دين بقى هتزعل، والله هتزعل. تعالى زي سامعني يا ولا. ليه كده يا باشا؟ هو احنا قصرنا في متابعه الواد ده ولا حاجه؟ ابدا يا سيدي، احنا بس جات لنا معلومات انه بينسق مع الاخوان عشان يستغلوا قريه خالد سعيد في عمل اثاري اليومين الجايين دول. طب ما هم طلبت الاخوان تحت مراقبتنا برضه. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. احنا رصدناه مع واحد من بتوع 6 ابريل اسمه حسن ماهر، واد تاني من كفايه اسمه شادي ابن ابو النور الحديدي. اتقابلوا النهارده العصر مع مسؤول الاخوان في اسكندريه في شقته في العصافره. كنا عاملين احتياطات جامده قوي لدرجه ان احنا ما عرفناش ايه طبيعه اللقاء، بس احنا ربطناها بقريه خالد سعيد والتحركات الاثاريه اللي بتحضر لها لعناصر المناطق. عشان كده ما حضرش الاجتماع اللي عنده في الشقه. شفت؟ يبقى الاجتماع ده كان تمويه على اعاده الاخوان. بس يا فندم ده تطور خطير. طول عمر الاخوان ما بيتحركوش جوه الجامعه غير عن طريق مسؤولين الطلبه بتوعهم. ده لما يكون الشغل جوه الجامعه. ما تنساش دلوقتي ان الاخوان في ازمه بعد الضربات اللي وجهناها لهم. بيدوروا على سكه تانيه يعني، فبينفتحوا على الحركات الشبابيه. بس المعلومات اللي عندي غير كده يا فندم. اسمع اللي انا بقول لك عليه. انا عارف انا بعمل ايه كويس. تحت امرك يا فندم. سيادتك قادره. يعني اشيله من حساباتي جوه الجامعه؟ مين قال كده؟ والله لو في حاجه في شغله جوه الجامعه تابعها وقول لي. صدقني، الواد ده شايف نفسه قوي. وعايز يستغل قدرة الإخوان على التنظيم عشان يصعد موضوع خالد سعيد. الله أعلم بقى كنا على إيه تاني. بس ما تقلقش، أنا صحيله قوي. تأكد إن أي معلومة هتجيلي جديدة هتكون عندك. إيه يا ست الكل؟ أفهم من سكاتك بقى إنك مش مصدقاني. لا ده أنا كده هزعل بجد. أمال لو ما كنتش حلفتلك على المصحف. وهو أنا كنت شفت المصحف اللي أنت حلفت عليه؟ في دي عندك حق. هبقى اصور نفسي وانا حاطط ايدي عليه وابعتلك الصوره. يا خفيف، وانا اضمن منين انك انت حاطط ايدك ساعتها على المصحف؟ اسمع اما اقولك، انا هجيب لك موبايل عدل عشان تكلمني بيه في الفيديو. وعلى ايه المصاريف دي كلها يا ام؟ خدي محمود اهو اساليه بنفسك. خدي يا محمود، الحاجه مش مصدقاني. ايه يا بطل؟ وحشتيني. بقالك ساعة يا اما بتقرري في الواد، ما تسيبيه يشوف مصلحته بنفسه. هو انا كنت خدت رأيك انت؟ بقول لك ايه يا واد يا محمود؟ الواد احمد لما كان بيحلف من شوية انه هيسيب السياسة وينتبه لدراسته، كان حاطط ايده على مصحف صحيح؟ معرفش، انا كنت في الحمام. حبكت يعني تخش الحمام دلوقتي؟ وايه اللي حبكت يا اما؟ هي دي فيها حبكت؟ طب بقول لك ايه؟ هاته قدامك دلوقتي وخليه يحط ايده على المصحف ويحلف عشان تبقى انت اللي شاهد. نزل نزل يجيب لنا عيش، البيت ما فيهوش رغيف. بجد ولا بتكذب عليا؟ وهكذب عليك ليه بس ياما؟ بصي انا عايز اقولها لك بقى، بيني وبينك اهو احمد مش موجود. احمد خلاص قرر يركز في دراسته عشان ما حدش ياذيه. طب اقول لك انا بقى، هقول لك على خبر، بس اوعي تجيبي سيره لابويا، خبر هيعجبك قوي ياما. ايه قول يا رب خير. احمد اتخانق هو والجماعه بتوع المعارضه اللي معاه في الكليه. اكتشف ان هم عايزين يخربوا ووقفوا الدراسه، قال لهم لا لا نعترض انما نخرب لا. بجد؟
يا فرج الله. وهقول لك على خبر، انا عارف انك حطيني من الفرحه لما تسمعيه. احتمال يعني ما اعرفش، انا قلبي حاسس انه احتمال ينضم للحزب الوطني عشان يصلح من الداخل. معقوله؟ انا مش مصدقه نفسي. ايوه كده، خليه يلعب في المضمون ان شاء الله. ربنا هيرزقك من وسع وهيكرمك اخر كرم. خلاص بقى يما، كفايه رغي، بقي وجعني من الكلام. يا غتيت، انا عارفه انك هتقول كده، بس بردك مش خساره فيك الدعوتين دول، وليك زيهم في الفجر ان شاء الله. اطمن يا حبيبي، ان شاء الله هتستلم شغلك وهتبقى فل الفل وهتفرح اخر فرح. ربنا يخليكي لينا يا بطه. خدي بالك من نفسك ياما، مش هوصيك. ما تجيبيش سيره لابويا بقى عشان ما يسمعش احمد كلمتين، وانت فاهمه بقى. لا ولا كلمه خالص، ابوك بعيد عني مش سامعني. اما اوعي تخري وتقولي حاجه لابويا. لا ما تقلقش خالص، هو جوه ومش سامعني. بقول لك ايه، خلي بالك من احمد، ده اخوك الصغير، انتوا مالكوش الا بعض. في عينيا ياما، احمد في عينيا. ربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا ليا يا حبايبي. خدوا بالكم من نفسكم ياما، مع السلامه. ما اسمعش نفسك بعد اللي قلته عليك دلوقتي. ها انا داخل انام. ربنا يخليك يا كبير، بس مش واسعه شويه حكايه الحزب الوطني دي؟ يا واسعه، بس اللي جه على دماغي بقى. بصراحه اللي عملته ده على دماغي من فوق. عامه حقك عليا وما تزعلش مني. ما بزعلش منك يا ابني، انا لاقي غيرك، احنا اخوات. اتدلع يا عارس يا ابو لسانين، اتدلع يا عارس وعروستك ليلون. يا سلام، للدرجه دي المكالمه دي بسطتك قوي كده؟ حد يسمع صوت عياله وما يتبسطش؟ ربنا يسعدك كمان وكمان. طب ما تفرحينا معاكي، الواد محمود قال لي كيف المكالمه بسطك قوي كده؟ اصل الواد احمد بسم الله ما شاء الله بقى من اكبر الثورجيه بتوع الجامعه، يعني تقدر تقول كده بقى الراس الكبيره بتاع المعارضه ومدوخ ضباط امن الدوله. يا سلام، وانت من امتى يعني الكلام ده بيبسطك قوي؟ اه، حد يكره ان ابنه يبقى جدع وراجل؟ امال يعني كنت عماله تحل فيه يسيب السياسه وينتبه للدراسه؟ ده كان كله من ورا قلبي، انما برضو الواحد فرحان بان ابنه يبقى مركز في السياسه وفي الدراسه برضو. فاطمه، جهاز كشف الكذب مش مرتاح لك يا فاطمه. طب يلا يلا، شوف انت كنت بتعمل ايه؟ الحق عليا بعمل لك حاجه حلوه. يلا يلا، ما تمشي يا راجل. يلا يا اختي، ده دلع يا عارس يا ابو لسانين. كسكسي وبليله. بليله بليله يا احمد، بليله بليله.
قادر اصدق وداني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا فاهمك يا محمود، بس انا قلبي مقبوض معرفش ليه. ايه فجاه بعد 12 سنه لقيتي نفسك عايزه تفكري؟